السلام عليكم، كداري لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. كنرحب بكل من يتابع قناه جايلا شانال. اخوان اخوات، كنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في الفيديوهات اللي كنزل على يوتيوب. الفيديو ديال اليوم اللي غادي يكون على وشنو هو التصريح اللي جابه اليوم في هذا المساء الرئيس ايمانويل ماكرون، بطبيعه الحال كيخص الناس اللي ساكنين هنايا بفرنسا. هذا التصريح واللي كانوا فيه لي نوفيل ميزور، ولا هما الاجراءات الجديده واللي غادي تعرفوهم معايا في هذا الفيديو. كنقول لكم شكرا لكم دائما على المتابعه ديالكم وعلى الاتجاه ديالكم، ونبداو الفيديو باش ما نطولش عليكم. اليوم الثلاثاء 31 مارس 2021 قام ايمانويل ماكرون بواحد التصريح. غادي نقول لكم فقط المقدمه اللي قال، ونقول لكم هما لي نوفيل ريستريكسيون. قال على انه هذه الجائحه دامت اكثر من سنه، وانه مررنا باوقات صعبه وكلنا تعلمنا وصبرنا ونحن نتعايش مع هذا الوباء. قال كذلك أنه جئت اليوم لأقول لكم سوف نصبر معا وبالتعاون جميعا معا، لقد عملنا كثيرا من أجل الحد من انتشار هذا الوباء دون الدخول في حجر صحي، وأخذنا بعين الاعتبار المدرسة، التعليم، الحالة الاقتصادية وكذلك الاجتماعية وكذلك الجانب النفسي. وقال كذلك أنه يعني أننا حاولنا ما أمكن تطبيق ما يسمى تيستي، يعني ديروا التحليل، اليرتي يعني تقولوا للناس اللي كانوا معكم ككونتاكت، وكذلك بروتيجي انكم ديروا عزل صحي في حاله الاصابه. قال كذلك على انه الفيروس ينتشر ولا زال ينتشر، وكنا قد اختلفنا في بعض التدابير مقارنه مع الدول الاوروبيه. قال حاليا نحن في مرحلة وجود الوباء وانتشاره، زائد انتشار السلالة الجديدة والتي تنتشر بسرعة سواء في فرنسا أو في العالم. قال كذلك على أنه يجب علينا اتخاذ تدابير بالنسبة للشهور القادمة ونواصل حماية أطفالنا. قال كذلك أطلب منكم مجهود، وكذلك أطلب هذا الشيء من الناس اللي خدامين الطاقم الطبي في المستشفيات. قال أطلب منكم مجهود أكثر، خاصة أتكلم على الطاقم الطبي سواء في المستشفيات العامة أو كذلك المستشفيات الخاصة. درك غادي نقول لكم وشنو قال. قال على أنه ابتداء من 3 أبريل يوم السبت يجب العمل في كافة نتاع فرنسا بهذا الشيء، يعني هذا الشيء غادي يطبق كافة على فرنسا، ما كاينش ريجيون بار ريجيون ولا ديبارتمون بار ديبارتمون. قال انه سوف يكون حظر التجول من الساعة ابتداء من الساعة السابعة مساء، يعني ابارتير دو 19 غادي يكون في فرنسا كامل. قال كذلك غادي يكون الناس اللي كيقدروا يخدموا العمل عن بعد تيلي ترافاي. بالنسبة للمحلات التجارية تبقى مقفلة. بالنسبة كذلك للتنقل، بالنسبة للتنقل لي ريجيون عندكم اخر بحال نقولوا اخر تقدروا انه في هذا الويكاند ابارتير من 5 ابريل، يعني ابارتير من اليوم اللي هو جوغ فيري، ابارتير من نهار الاثنين ما غاديش يقدر يكون هنالك التنقل. وكذلك على انه اذا كنتوا غادي ديروا تنقل اكثر من 10 كيلومتر، هنا فين تقدروا انكم تستعملوا الورقه ديال انكم غادي تنقلوا اكثر من 10 كيلومتر، يعني غادي تخرجوا المسافه على 10 كيلومتر. هنا في هذه الحاله تقدروا انكم تستعملوا المهم الورقه اللي كتخرجوا منها. كذلك اللي بغيت نقول لكم على انه فيما يخص المدرسه ابتداء من 5 ابريل، طبيعه الحال كنعاود نقولها لكم 5 ابريل غادي يكون جوغ فيغي، ابتداء من الاسبوع الجاي يعني لو 6 غادي تكون المدرسة، ولكن الأسبوع الأول من المدرسة اللي هو غادي يبدأ 7 أبريل يعني الثلاثاء الجاي، غادي تكون المدرسة عن بعد. لمن؟ بالنسبة للتلاميذ اللي في الإعدادي وبالنسبة للتلاميذ اللي في الثانوي. سيتفاهمنا بالنسبة للتلاميذ اللي في الإعدادي والتلاميذ اللي في الثانوي، حيت كنعاود الهضرة، حيت بعض المرات كيكون جاوب في الفيديو ولكن كيسولوني في التعليق مع أنه جاوب في الفيديو. الاثنين الجاي 5 أبريل جوغ فيغي، يعني نهار الثلاثاء فاش يدخلوا وليداتكم المدرسة إلا كانوا في الإعدادي والثانوي غادي يكون عن بعد.
بالنسبة لجميع فرنسا، جميع المدارس في فرنسا سوف تغلق ابتداء من 12 أبريل. لماذا؟ غادي يكون لي فاكونس سكولير، عطاو لي فاكونس سكولير لفرنسا كاملة باختلاف لي زون، واخا تكوني في لا زون أ ولا بي ولا سي، كامل فرنسا غادي تكون في عطلة لمدة أسبوعين ابتداء من 12 أبريل. كذلك واش نعاود من بين التدابير، على أنه الدخول المدرسي غادي يكون في 26 أبريل. هذا الدخول المدرسي اللي غادي يكون في 26 أبريل غادي يكون فقط الجوج، هما الماترنال وهما البريمير، وغادي يكون كذلك حتى الإعدادي والثانوي، ولكن يبقاو ياخذوا لي كور أ ديستانس. نعاود بالنسبة ل 26 أبريل غادي تمشيو تديو وليداتكم عادي، ولكن بالنسبة للماترنال وبالنسبة للبريمير، أما بالنسبة للإعدادي والثانوي تبقاو ياخذوا لي كور أ ديستانس. كذلك بالنسبة للإعدادي والثانوي غادي يقدروا يرجعوا للكوليج ولا الليسي أبارتيغ من 3 ماي، أبارتيغ من 3 ماي عادي يقدروا يبقاو يمشيو للليسي نتاعهم ولا الكوليج ديالهم. كاين حاجة أخرى عاود قال على أنه بالنسبة للنصف من شهر ماي، يعني فيغ لو 15 ماي، قال فيغ لو 15 ماي غادي يحاولوا باش أنه الحياة ترجع عادية، بمعنى أنه يحلوا لي ريستورون، أنه المتاجر تحل، أنه الأماكن ديال العبادة عاود لكن يحلوا، قال أباغتيغ من 15 ماي. وقال كذلك على أنه غادي يرجع يدير معنا واحد التصريح في شهر 5 باش يقول لنا وشنو هما الخطوات اللي غادي تكون بالنسبة للشهور الجاية، يعني غادي يديركم ان اجندا باش يقولوا يعني للناس ها وشنو غادي يقدر يكون، ها وشنو يقدر يكون، باش ما يبقاوش الناس يعني ما عارفينش فوقتاش تحل الريستورون، ولا فوقتاش يحلوا المتاجر، ولا فوقتاش يحلوا المساجد، ولا فوقتاش يحلوا الكنائس، ولا صايب. المهم يعني باش يكون استقبال للعموم، باش يكون استقبال للعموم. كذلك من بين التدابير كذلك قال على أنه ابتداء من يعني نورمالمون ابتداء من اليوم، أنه الناس هنا بخصوص التلقيح ابتداء من اليوم الأشخاص اللي باغيين يلقحوا أكثر يديروا التطعيم. المهم بالنسبة للو فاكسان يكون أكثر من 70 سنة فما فوق يقدروا، بالنسبة للأشخاص اللي عندهم 60 سنة يقدروا أنهم أبارتير ابتداء من 16 أبريل، والأشخاص اللي عندهم أكثر من 50 سنة ابتداء من 15 ماي. المهم أنا غير سأل الخطاب، يعني جيت ديراكتومون درت لكم يعني هذا التصريح هذا، أو درت لكم هذا الفيديو هذا غير باش تكونوا عارفين. صايي يعني درك راكو عارفين وشنو كامل الحظر التجول أبارتير من 7 مساء، بالنسبة للناس ابتداء من لو 5 أبريل ما غاديش يكون التنقل ما بين لي ريجيون صحيح، صوف اذا شي واحد كان عنده شي حاجه اللي هي يعني موتيف امبيريو، هما دائما كيحلوا داك القوس نتاع اذا كانت شي حاجه، فهمتوا؟ اذا كنت غادي تخرج او كنت غادي تخرجي اكثر من 10 كيلومتر هنا كتستعملي الورقه، لانه باش ديري ولا عندك لابليكاسيون في التليفون ديريها في التليفون. واذا بالنسبه انه صحيح، وبالنسبه للمدرسه راني قلت لكم غادي في 5 في نهار 7 ابريل يعني الاسبوع الجاي الوليدات غادي يدخلوا يقراو، ولكن الاعدادي والثانوي غادي يكونوا ا ديستانس. بالنسبه ل 12 ابريل غادي تكون فرنسا كامله في عطله مده اسبوعين، وفي 26 ابريل اللي غادي يرجع هما الماتيرنيل والبريمير. الاعدادي والثانوي يبقاو في الدار يعني ياخذوا ا ديستانس لي كور طبيعه الحال والاكزرسيس تو. بالنسبه للاعدادي والثانوي غادي يرجعوا في 3 ماي. طيب المهم هذا هو اللي جا، هذا هو المهم يعني الملخص المهم اللي جا به الرئيس ايمانويل ماكرون في الخطاب ديالو. نتمنى انني ما نكونش نسيت لكم شي حاجه. قال كذلك على انه بالنسبه للناس اللي ساكنين في فرنسا وراهم خارج فرنسا ما كان مشكل يقدروا انهم يرجعوا، وهذا يعني هذه حاجه كتخص بالرحلات الجويه. نقول لكم شكرا لكم على المتابعه ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم مع موضوع اخر او خبر اخر، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم في امان الله.